Hello everyone, حبايب قلبي grade 5, let's continue revision second term. كنا وقفنا هنا شباب عند التست 8 الامتحان رقم 8. هنا بيقول my uncle is A or N. He likes to design unusual buildings. بيحب يصمم مباني غير عادية. يبقى ده ايه؟ architect. yes, مهندس معماري architect. وظيفته انه هو design, يصمم. My sister was space when she saw howler monkeys. She didn't like them. ما حبتهمش. يبقى she was frightened. كانت مرعوبة خايفة لما شافت الهاولر مونكيز. Two of my friends space a headache. Two جمع يبقى ياخدوا has ولا have. Have. yes, good job. I, we, you, they والجمع ياخدوا have. He, she, it والمفرد بياخدوا has. He was space after he lost the match. بعد ما خسر الماتش يبقى ايه؟ annoyed, يعني متضايق منزعج. annoyed. I couldn't breathe. برافو. when I was two, لما كان عمري سنتين, I couldn't breathe, ما كنتش بعرف اقرا. قول يا جايان كده, عمر speaks politely. برافو عليكي. he's a polite speaker. هو بيتكلم بأدب. يبقى he's a polite speaker, متحدث مهذب. يلا جميل. عمر speaks. قلناها do you need a passport too. برافو. انت محتاج الباسبورت عشان travel to a different country, عشان تسافر دولة مختلفة. يا رضوى, why do you love Alexandria. لماذا تحب اسكندرية. اوكي يا لوكا. هنا بيقول today was the best day ever. النهاردة كان افضل الايام على الاطلاق. I love anything to do with history. انا بحب اي حاجة لا علاقة بالتاريخ. I always go to the museum. انا دايما بروح المتحف. So today was a special day for me. عشان كده النهاردة كان يوم مميز جدا بالنسبة لي. The bus ride wasn't too bad. الجولة اللي اخدناها بالاوتوبيس ما كانتش وحشة قوي. It only took an hour to reach our destination. اخدت فقط ساعة to reach. يعني ايه reach يا شباب؟ يعني arrive, يعني يصل. reach يعني arrive او get to, يعني يصل الى. اخد مننا ساعة, استغرق ساعة عشان نوصل لوجهتنا اللي احنا رايحينها. I listened to music on the way. سمعت موسيقى وانا في الطريق. And the time went quite quickly. والوقت مشي إلى حد ما بسرعة. When we arrived, لما وصلنا, we had the chance to wander. كان عندنا فرصة إن احنا نتجول through the streets, في الشوارع. And several people, يعني ناس كتير, bought traditional Jordanian handicrafts. اشتروا مصنوعات يدوية أردنية تقليدية from the stalls, من الأكشاك. I bought a lovely colorful rug. أنا اشتريت سجادة ملونة جميلة. صالح, our tour guide, المرشد بتاعنا, was very kind, كان طيب جدا, and took it to the bus. خدها ودها الأوتوبيس for me, علشاني. So that I didn't have to carry it around. عشان ما افضلش شايلها وألف بيها وإحنا بنتجول. That was lucky because I spent hours in the museum. أنا كنت محظوظة لأن أنا قضيت ساعات كتير في المتحف. هنا ملك صالح was a kind tour guide. yes, هو كان مرشد سياحي طيب. يحودة, كلمة reach قلنا معناها إيه؟ get to. برافو. reach يعني يصل, و get to يعني يصل. What did several people do? What did several people do? يعني several دي يعني كتير. الناس الكتير دول عملوا ايه؟ نروح لي several people عملوا ايه؟ bought traditional Jordanian handicrafts from the stalls. يعني ناس كتير اشتروا مصنوعات يدوية أردنية تقليدية. يبقى أنا هنا في الإجابة هقول several people أو they bought, اشتروا ايه؟ traditional. they bought traditional Jordanian
هاندي كرافتس، اشتروا مصنوعات يدوية تقليدية أردنية. هاندي كرافتس. What did the writer buy؟ ماذا اشترى الكاتب؟ الكاتب اشترى ايه يا شباب؟ يبقى نقول هي الاول، وديد لما تروح لباي لازم تخليها ماضي، يبقى هي ايه؟ هي بوت، هو اشترى. اشترى ايه بقى؟ برافو، a lovely colorful rug، هو اشترى سجادة ملونة جميلة. a lovely colorful rug. هنرتب هنا يا مراد، والفاعل يجي بعده فعل، فين الفاعل؟ ويفد، احنا اطعمنا. ويفد مين؟ احنا اكلنا مين؟ the penguins. ويفد the penguins some fish. برافو، احنا اكلنا البطريق بعض الاسماك. ويفد، ويفد the penguins some fish. ويفد the penguins some fish، اكلنا البطريق بعض الاسماك. يا جنى، برافو عليك. you shouldn't forget، دايما should و shouldn't بيجي بعدهم مصدر. you shouldn't forget، يجب ألا تنسى. you shouldn't forget to do your homework، يجب ألا تنسى أن تقوم بعمل واجبك المنزلي. you shouldn't forget to do your homework. يا ريتايا جينا اقول which a، برافو عليكي. which nature، which nature trail do you like، الضرب الطبيعي اللي انت بتحبه. which natural trail do you like. the cat يا شروق، the cat جميل، عملت ايه؟ ate، اكلت. أكلت إزاي؟ ate hungrily، يعني أكلت بشراهة. منين بقى؟ from the ball، من السلطانية. يبقى the cat ate hungrily، يعني القطة أكلت بشراهة. منين؟ from the ball، من السلطانية، من الإناء. هنا شباب عندي punctuation، الأزهر pork، الاي كابيتال في بداية الجملة، وكمل جملتي عادي جدا، وفي النهاية اعمل ايه؟ period او full stop، لان دي جملة. بيقول الازهر بارك is a fantastic place، حديقة الازهر هي مكان رائع. a school trip to Alexandria، هنا عايزني اكتب blog. طبعا احنا عارفين بنكتب في البلوج dear ايه؟ dear diary. okay dear diary، اوكي، واعمل كده، وبعدين اكتب بقى الجمل بتاعتي. هنا هو عايزني اكتب عن a school trip to Alexandria. اتفقنا احنا ازاي بنعمل رحله لاي مكان؟ بقول رحت امتى ورحت ازاي ورحت مع مين، وبعدين اقول شفت ايه في المدينه او زرت ايه وعملت ايه، واوصف المدينه كلها زي ما عملنا امبارح. بعد كده شباب عندي تيست 9، he lives in a space in the country with his family. عايش فين يا راما؟ في الريف مع أسرته. في الريف بيبقى اسمه ايه؟ farmhouse. yes، المنزل الريفي، farmhouse. يلا أسيل، giraffes eat the green leaves of the trees. yes، الزرافات بتاكل الأوراق الخضراء بتاعت الأشجار. يلا يا مين وراء؟ يلا لوكا. straight on، دايما ندي الامر بالمصدر، يبقى ناخد مين هنا؟ go، go straight on يعني امشي مستقيم. turn left، لف شمال. the cinema is on the right، السينما على اليمين. يا عمرو وسيم، she's looking after her babies، بتعتني بالبيبيز بتوعها. carefully، بحرص. برافو. we use the elevator يا حودة، بنستخدم المصعد.
to go up عشان نصعد عشان نطلع فوق. محمد أحمد, Egypt is an, Egypt is an important country, يعني مصر دولة مهمة. يا آدم, everyone knows محمد, كل الناس عارفة محمد. يبقى he is very famous, يعني هو مشهور جدا. When we have a cold, لما يبقى عندنا برد, قول يا بود. When we have a cold, لما يبقى عندنا برد, we should stay home, يجب أن نبقى في المنزل. محمد عمارة, in our perfect town, في مدينتنا المثالية, there is a big zoo right next to the school. في حديقة حيوان كبيرة جنب المدرسة. We can go there every afternoon after classes. ممكن بنروح هناك كل بعد الدور بعد الحصص بتاعتنا. We can help to feed the animals. ممكن نساعد في إطعام الحيوانات. It is really hot in our town. فعلا الجو حر في مدينتنا. So there is a water park. عندنا ملاهي مائية. That is always open. دايما مفتوحة. It's free to go in. وكمان مجانا الدخول. There is a wonderful market. وفي سوق رائع. That sells all kinds of delicious food. بيبيع كل أنواع الأكل اللذيذ. Like fresh bread and fresh fruit and vegetables. There is a big park with lots of trees. في حديقة كبيرة وفيها أشجار كتير. So we can go for family picnics in the shade. ممكن نروح نزهات كده in the shade في الظل. There is a big A in our perfect town. Zoo. Yes. اللي جنبه the underlying word. كلمة perfect معناها إيه؟ Excellent. برافو عليك. يلا ملا. Which place can you get in for free? برافو عليك. The water park. ايه المكان اللي بندخله free مجانا؟ The water park. الملاهي المائية. رضوى, describe يعني ايه؟ قلنا describe يعني صف, اوصف. Describe the park which is mentioned in the text. اوصف الحديقة اللي مذكورة في النص. There is a big park. اي انا وصفها. It's a big park with lots of trees. او هي دي بالضبط الوصف بتاعها. نقول it's a big park with lots of trees. يعني هي حديقة كبيرة وفيها اشجار كتير. It's a big park with lots of trees. حديقة كبيرة وفيها lots of trees. اشجار كتير. يلا انجي, which food is the most popular? برافو عليك يا حبيبتي. Which food is the most popular? ايه هو الطعام الاكثر شيوعا او اللي الناس بتحبه اكتر حاجة? Which food is the most popular? يلا جايان, a villager. الله عليك. A villager wanted, كان عايز ايه? To sell his beans. كان عايز يبيع الفول بتاعه. A villager wanted to sell his beans. يلا ميران, why? برافو. Why are trees important for humans? برافو عليك يا ميران. ليه الأشجار مهمة للبشر? Why are trees important for humans? On weekends, يا جوجو, on Wednesdays, sorry, on Wednesdays, في أيام الأربعاء. I play football after school. الله عليك. I play football after school. بلعب كرة القدم. I play football after school. بلعب كرة القدم بعد المدرسة. On Wednesdays I play football after school. Punctuation هنا هنعمل ايه? Have you been to the Netherlands? هل رحت هولندا قبل كده? نعمل ايه يا شباب? الان بتاعت Netherlands
وهنا عشان سؤال هنحط question mark. Have you been to the Netherlands؟ هل سبق ليك ان انت روحت هولندا؟ الأزهر بارك نفس طريقتنا شباب. باب يا مس والنبي نفس طريقتنا شباب. هنقول انا روحت الأزهر بارك الاسبوع الماضي، روحت مع اسرتي، روحنا بالعربية، شفنا ايه هناك. A lot of trees and flowers. We played some games. It's a wonderful place. I had a nice time there. وننهي الباراجراف بتاعنا زي كل مرة. نروح لتست 10. تست 10 أول حاجة فيه this new house is space. It is good for the environment. طالما جيد للبيئة يا ريتاج يبقى ايه؟ Ecological. Bravo. يعني صديق للبيئة. Ecological. يلا بينا يا شروق. The space lives on ice. It can swim but it can't fly. برافو عليك. The penguin lives on ice. البطريق بيعيش على الجليد. Thank you شروق. يلا يا رام. Space there a shopping mall. Shopping mall ده ايه؟ مفرد. يبقى نسأل بمين؟ ها؟ Is there يعني هل يوجد a shopping mall؟ بصوا حبايب قلب، انا عندي اللي انا هقولهم دول مهمين، خلي بالك في الرايتنج وفي حل الاسئلة كمان. كلمة يوجد، يوجد، يوجد دي نوعين. يوجد دي ايه؟ نوعين. يوجد للمفرد ويوجد للجمع. لما يبقى عندي حاجة مفرد وعايز اقول يوجد، عايز اقول يوجد بنك بجوار مدرستي، يبقى هنا there is there is a bank next to my school. There is a bank next to my school. كويس قوي. يبقى دي there is يوجد للمفرد. لو انا حبيت انفي الجملة دي واقول لا يوجد بنك، يبقى كل اللي اعمله برافو اخليها there isn't a bank next to my school. طب لو حبيت اعملها سؤال بقى اقول هل يوجد بنك، بتروح عامل ازاي؟ برافو برافو. يبقى خليها is there a bank next to your school. Is there a bank next to your school. ماي بتبقى your في السؤال. Is there a bank next to your school. يبقى دي يا شباب يوجد للمفرد ولا يوجد وهل يوجد. طب الجمع بقى، انا دلوقتي عايز اقول يوجد اشجار في الحديقة، يبقى there is ولا there are. برافو. There are trees in the park. There are trees in the park. طب لو انا عايز انفي الكلام ده واقول لا يوجد اشجار، يبقى اسمها there aren't trees in the park. طب if I want to make a question، عايز اعمل سؤال بقول هل يوجد اشجار؟ اشطر ناس والله برافو. يبقى انا بدل ما هي there are اسميها are there. Are there any trees؟ فاكرين any يعني اي، بتيجي في سؤال او نفي. Are there any trees in the park. هل يوجد اي اشجار في الحديقة. يبقى دي استخدامات يوجد للمفرد ويوجد للجمع. عشان كده قلنا هنا is there لان a shopping mall مفرد. مين دوره شباب؟ يلا جميل. How about playing. برافو يا اسيل. لان how about what about للاقتراح بيجي بعدهم verb plus ing. Alexandria is ملوكة. Alexandria is an exciting place to visit. اسكندرية دي مكان رائع للزيارة. That plant has flowers. يا فريدة النبات ده ليه flowers زهور. برافو عليكي. And lots of green leaves. وكمان ليه كتير من الأوراق الخضراء. يلا عبد الرحمن. Millions of people. ملايين من الناس visit Egypt every year. برافو. بيزوروا مصر كل سنة. محمد عمار. Salt water can
فضل اثنين, just like a rope ولا also be called sea water. أيوة, also be called sea water. المية المالحة ممكن نسميها salt water أو sea water. Honey isn't only a food. العسل مش بس طعام. It is also used as a treatment. كمان بنستخدمه كعلاج for some injuries, لبعض الجروح and illnesses وبعض الأمراض. In some countries, في بعض الدول, honey has been used by doctors. تم استخدام العسل ده بواسطة الأطباء for thousands of years, لآلاف السنوات. It was first used to treat wounds. في البداية it هو كان بيستخدم. it دي بتعود على مين عشان هيسألني؟ العسل, honey. It was first used, أول ما تم استخدامه, to treat wounds, عشان نعالج الجروح. By Egyptian doctors, بواسطة الأطباء المصريين, around 5,000 years ago, من 5,000 سنة تقريبا. Recently, حديثا بقى, scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds. بدأ العلماء يكتشفوا حديثا بقى بالضبط ليه العسل مفيد for healing wounds. كلمة heal دي يا شباب يعني يشفى, يخف, يعني get better, لشفاء الجروح and treating illnesses, وعلاج الأمراض. Scientists, العلماء, know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. عارفين العلماء ان بعض انواع العسل بتحتوي على اشياء قد تقتل, بتساعد في قتل البكتيريا. This helps ones to heal more quickly. وده بيساعد الجروح انها تشفى بسرعة اكبر. You must be careful. لازم تخلي بالك. However, مع ذلك, the honey that doctors use is a special honey. العسل اللي الاطباء بيستخدموه ده نوع مخصص من العسل. Only that is safe to use as a treatment. نوع آمن استخدامه كعلاج, مش أي نوع من العسل بيعالج يعني. It قلنا بتعود على مين؟ Honey. Honey is used as a treatment for some A. يا محمد, بنستخدم العسل كعلاج for some injuries, لبعض الجروح. آدم, what do scientists know about honey? العلماء عارفين إيه عن العسل؟ او بص بالضبط الاجابه زي ما هو. Scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. يبقى هي دي الاجابه. هنكتب scientists know, العلماء عارفين, that some types of honey, ان بعض انواع العسل, contain things, بتحتوي على اشياء, that can help to kill bacteria, ممكن تساعد في قتل البكتيريا. هنرتب هنا, رتب كده يا عم. How about watching. برافو. How about بيجي بعدها ing في الverb. How about watching a movie. يعني ايه رأيكم نشوف فيلم on TV tonight, على التلفزيون الليلة دي. برافو عليك. What about watching a movie on TV tonight. حودة, my brother, أخويا, likes بيحب the new apartment. بيحب الشقة الجديدة. برافو حودة. My brother likes the new apartment. My brother likes the new apartment. يا لوكا, برافو. He hurt his back. هو أصاب ظهره. He hurt his back. رضوى, which, واحدة واحدة, which day would you, دايما نجيب فعل مساعد بعد أداة الاستفهام. Which day would you enjoy the most, يعني اي يوم انت هتستمتع بيه اكتر حاجة. Which day would you enjoy the most,
اليوم اللي هتستمتع بيه أكتر حاجة. Which day would you enjoy the most؟ بص يا شباب، هنا which day دي أداة الاستفهام، would فعل مساعد، you فاعل، enjoy فعل، وهنا بقيت الجملة question mark. نمشي على الترتيب، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل، بقيت الجملة question mark. I cut my knee last week. أنا عورت ركبتي الأسبوع اللي فات. نعمل هنا إيه؟ I capital وفي النهاية full stop أو period نقطة، لأن دي جملة. هنا الإيميل عن a wonderful day، عن يوم رائع قضيته. يلا نفرغ كده الحاجات بتاعت الإيميل اللي موجودة هنا to و from و subject. أنا بكتب from مين؟ من مين الإيميل؟ مني أنا. أنا اسمي إيه؟ سارة. يبقى هنا أكتب سارة at yahoo.com. ببعت to مين؟ لمين؟ لهالة. يبقى هقول to هالة at yahoo.com. السبجكت عنوان الموضوع بتاعي a wonderful day. A wonderful day، يوم رائع. طبعا يوم رائع ده هتكتب، طبعا انا هكتب dear عزيزتي. بكتب لمين انا؟ dear هالة، عزيزتي هالة. واكتب الجمل الاساسية بتاعتي، هفكرك بها كمان مرة. I'm very glad to write to you. اوعى ما تحفظهاش. I'm very glad to write to you، عشان لو جالك ايميل. I'm very glad to write to you. أيوة. How are you and your family؟ كيف حالك وحال أسرتك؟ How are you and your family؟ I hope you are fine. أتمنى تكونوا بخير. I hope you're fine. سيب مسافة بين الكلمة والكلمة كده، ما تعملش سطر حروف ورا بعض وكده. لازم نوسع المسافة بين الكلمات عشان اللي بيصحح يعرف يقرأ خطك كويس. طبعا هكتب عن wonderful day، اعمل يوم بقى زيارة لأي مكان زي اسكندرية، وكتبنا عنها كتير. وفي آخر الإيميل متعودين نكتب إيه؟ see you soon، أراك قريبا، وامضي تحت، yours سارة. Test 11. She usually takes. برافو. usually دي بتدل على present simple. he she it والمفرد دول بيحبوا الاس. she usually takes the train to travel to Luxor. هي عادة بتاخد تركب القطر عشان تسافر لأقصر. يا جيان. my friend is space in reading. 10/10. he is, my friend is interested in reading. مهتم بالقراءة. he has many books. عنده كتب كتير. علي and عمر. يا مرار. علي وعمر مفرد ولا جمع؟ ياخدوا has ولا have؟ have. yes. I, we, you, they والجمع بياخدوا have. he, she, it والمفرد بياخدوا has. يبقى علي and عمر have a knee ache. عندهم ألم في الأذن from swimming من السباحة. Your parents at home. يلا يا جوجو. طب ليه قلتي help بالذات يا جوجو؟ عشان أمر، والأمر بيبقى بالمصدر. برافو عليك يا برنسس. يلا يا رتاج. When I was to. برافو. When I was to I couldn't use a computer. احنا قايلين لما يبقى فيه was أو were يبقى could أو couldn't. لما كان عمري سنتين ما قدرت، كنتش بعرف استخدم الكمبيوتر. On the walls يا شروق، على الحوائط او على الجدران. There are two posters. على الحوائط في صورتين ملزوقين. Posters. Mud bricks. كبت ايه يا اسيل؟ الطوب اللبن ده. برافو. kept the house cool، يعني كان بيحافظ على البيت رطب. in ancient Egypt، في
كان بيحافظ على برودة البيت يعني في مصر القديم. You can eat lunch. ناكل الغداء فين يا راما؟ In a restaurant. في المطعم. Last week, الأسبوع الماضي, we went on a school trip to the zoo. رحنا رحلة ميدانية كده تبع المدرسة. We got on our school bus. ركبنا الباص بتاع المدرسة. When we got to the zoo, لما وصلنا الحديقة, we got into groups. اتقسمنا المجموعات. We walked all around the zoo. كلنا تجولنا في الحديقة. There were so many animals. وكان في حيوانات كتيرة. We saw two giraffes. شفنا زرافتين. They were yellow and black. كان لونهم أصفر في أسود. They were tall. كانوا طوال. The giraffes were from Africa. كانوا من أفريقيا. They eat grass and leaves. بيأكلوا عشب وورق شجر. We saw four birds. وشفنا أربع دببة. They were brown. لونهم بني كان. They could run, jump and hide near the tree. كانوا بيعرفوا يجروا وينطوا ويستخبوا بالقرب من الشجر. We saw a tiger. شفنا tiger. It was black and orange. It was from India. كان من الهند. It likes to eat meat. حب يأكل لحمة. It was a wonderful trip. We had a nice time there. The main idea of the text. الفكرة الرئيسية للنص هنا عن إيه ملوكة؟ A trip to the zoo. برافو يا فريدة. كلمة wonderful معناها nice. جميل و لطيف. wonderful. which animal eats meat؟ الحيوان اللي بياكل ميت يا بودي. the tiger eats meat. هو قال لي هنا ان التايجر النمر هو اللي بياكل اللحم. اللي بعده. Where are the giraffes from? الزرافات منين؟ بص كده في القطعة. هو قال لك the giraffes are from A. قول يا محمد. Africa. The giraffes are from Africa. برافو. من أفريقيا. From Africa. يلا يا ادم نرتب كده. The elephant is an incredible animal. Yes, الفيل ده حيوان لا يصدق. The elephant is an incredible animal. حودة. I didn't like bravo. I didn't like unusual homes. أنا ما حبيتش ال unusual homes, المنازل الغير عادية. I didn't like unusual homes. عموري. Why لازم بعد أداة الاستفهام نجيب فعل مساعد اللي هو مين؟ Is. Why is it important? Why is it important? ليه هو مهم? To plant trees. إن احنا نزرع أشجار. Why is it important to plant trees? Why is it important to plant trees? يا لوكا. برافو عليكي. Can you meet me? ممكن تقابلني at the library, عند المكتبة. Can you meet me at the library? ممكن تقابلني عند المكتبة. البنكتويشن هنا يا رضوى. W capital. ايه؟ لا مش capital. بص يا حبيبي. لو كانت كابيتال تبقى لازم تبقى واصله قصاد اعلى حرف في الجمله. تمام. فهي كده ايه؟ سمول. يبقى انا لازم اعملها كابيتال.
What do you see? What do you use honey for? يبقى بنعمل ايه في الاخر؟ Question mark. عشان ودي أداة استفهام. What do you use honey for? بتستخدم العسل في ايه؟ Ancient Egyptian homes, المنازل المصرية القديمة. كتبنا عنها طبعا ونراجع الباراجرافز كتير. My sister is a space. She loves animals and does some research on them. Yes, scientist. أختي عالمة. هي بتحب الانيمالز وبتعمل أبحاث عنهم. يا جيان, the dolphin and the space are sea animals. Yes, دول الحيوانات البحرية. Dolphin with dragon. يا ميرا. Space home and sleep well when you feel tired. Bravo. Stay home. أمر يبقى مصدر. ابقى في المنزل. يا جوجو, منى's birthday is نركز كده on. ليه بقى on مش in؟ عشان ده مش شهر, ده يوم. ايه عرفني ان هو يوم؟ قلنا لما يبقى بعد الشهر رقم زي ده كده, ده كده اليوم الخامس من يونيو. يبقى الايام تاخد on. This is our heritage. برافو عليك. This is our new apartment. دي شقتنا الجديدة. يا شرو, how do I, احلى شوشو, how do I get to the bus stop, ازاي اوصل لمحطة الاتوبيس. يا اسيل, how long did, عسل, برافو, how long did you live in اسوان, قعدت قد ايه مدة في اسوان. يا راما, the snail has a shell. Yes, الحلزون عنده صدفة. London is one of the most exciting cities in the world. London من أكتر المدن الشيقة في العالم. It often rains here. غالبا بتمطر هنا. But it doesn't matter. بس مش مشكلة. Because there are lots of fun things to do. لأن في حاجات كتير ممتعة نعملها هنا. You can go on a big red bus. ممكن تركب الباص اللي لونه أحمر الكبير. And visit amazing tourist attractions. وتزور أماكن سياحية رائعة. You will see famous places like Buckingham Palace. ممكن تشوف أماكن مشهورة قوي زي قصر Buckingham. Theaters, مسارح. And the British Museum, والمتحف البريطاني. You can take a relaxing boat trip. ممكن تاخد رحلة في القارب كده جميلة on the River Thames and go under the famous bridges, وتعدي من ايه, من تحت الجسور او الكباري المشهورة. All the walking around, كل الجولات, will make you hungry, هتجوعك. But don't worry, بس ما تقلقش. There are plenty of different restaurants. يعني ايه plenty؟ يعني كتير. Plenty of different restaurants, يعني مطاعم كتيرة مختلفة. To choose from, تختار منها. You can find delicious food from all over the world here. ممكن تختار أكل لذيذ من all over the world here. من كل أنحاء العالم في مطاعم. You can take a boat trip on the River Thames in مين ملوكة؟ هو River Thames ده قلنا فين؟ لندن. The underline word, كلمة plenty of, معناها ايه؟ a lot of, كتير يعني. How could you go under the famous bridges in London? ازاي تعدي من تحت الكباري المشهورة في لندن؟ او يبقى هنا هجاو بقول you can take a relaxing boat trip on the River Thames. دي الطريقة اللي هعدي بيها من تحت الكباري. هاخد رحلة نيلية, boat trip. mention, يعني ايه mention؟ خلي بالك من راس السؤال عشان تبقى فاهم. mention يعني اذكر. mention يعني اذكر. mention the famous places in London, اذكر الاماكن المشهورة في لندن. اهو the River Thames. برافو. Buckingham Palace. قصر Buckingham. Buckingham
Palace. Bravo. And the British Museum. والمتحف البريطاني. The British Museum. يبقى تلاتة هو. The River Thames, Buckingham Palace, and the British Museum. هنرتب هنا شباب. Where? أداة استفهام, فعل مساعد, فاعل فعل. Where? أيوة. Does? الفاعل بقى اللي هو مين؟ The tourist, السائح. Where does the tourist want to go? أين يريد أن يذهب السائح؟ Where does the tourist want to go? Where does the tourist want to go? أين يريد السائح أن يذهب؟ دينا. الفاعل لازم بعده فعل. دينا عملت إيه؟ Wrote, كتبت The email to Sama. Bravo. دينا كتبت الإيميل لسما. دينا wrote the email to Sama. ها مين هيرتب؟ Parrots أو parrots الاثنين صح. بيعملوا إيه؟ قول يا جن. الله الله. Are very colorful and beautiful. ممكن نقول beautiful and colorful. ما فيش مشكلة خالص. وممكن نقول colorful and beautiful. Birds are very colorful and beautiful. ملونين وجمال. Why? قول يا ريتاج. Why can't we drink salt water? ليه ما بنقدرش نشرب salt water, المية المالحة. Why can't we drink salt water? ليه ما بنقدرش نشرب المية المالحة. قول يا لوك. My favorite unusual animal is dugong. ال M capital وفي الآخر period أو full stop. Yes. How are you today? عامل ايه النهاردة؟ هنا بيقول لي hurt ودنست. هنا اقول بقى ازود جمل بقى من عندي ان انا my name is كذا و I'm in grade 5. اوكي. My عشان تكتب عن how are you today ده او نزود جملنا ونحاول نكتب الموضوع ده علشان ما كتبناهوش قبل كده. My name is واكتب اسمي واوله حرف كابيتال. I'm in grade 5. انا في سنة خمسة. I'm in grade 5. I like sweets. انا بحب الحلويات. But it hurts my teeth. لكن هي بتؤذي اسنان. Yesterday, امبارح. I had a toothache. كان عندي ألم في الأسنان. Yesterday, I had a toothache. I went to the dentist. رحت لي طبيب الأسنان. I went to the dentist. يبقى أنا كده كتبت my name is كذا و I'm in grade 5. I like sweets. بحب الحلويات. But it hurts. Oh, but it hurts my teeth. لكن بتؤذي أسناني. Yesterday I had a toothache. كان عندي ألم في الأسنان امبارح. I went to the dentist. Oh, I went to the dentist. Okay. He gave me some medicine. اداني بعض الدواء. He gave me some medicine. He said وقال. I shouldn't eat many sweets. وقال لي ان انا ما اكلش ايه حلويات كتير.
او خليها a lot of sweets. You should, he said that, or he said I shouldn't eat a lot of sweets. وقال لي ان انا ما اكلش حلويات كتير. ده عن التوثيك. طيب بص يا صديقي, انت خد الباقيين دول homework, وانا برضو هرجعهم معاك ان شاء الله المرة الجاية, وهنحل المتميز كمان قبل الايه, قبل الامتحان كده. Our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye.